الآن وضعنا زيت الزيتون، نضيف بس البصل. نضيف معاه الجزر. الآن نضيف بهارات باسندية تقريبا ملعقة كبيرة، وبنضيف نصف فنجان سكر، وبنضيف ملعقة صغيرة كركم، وبنضيف الصلصة نصف صلصة تقريبا. بعدين بنضيف الدجاج. الآن بعدين نقلب الدجاج في الخلطة هذه لين ياخذ اللون. الآن بس نضيف الملح. كيف؟ بعدين نغطي الكاتم. الآن غطينا الكاتم، نعطيه تقريبا 5 دقائق، بعدين نفتحه ونضيف الرز. طبعا الرز بصور لكم الآن. هذا الرز طبعا اغسله انا بدون ما اخمره، عن طلع مويه الدجاج والطماط. شوفوا ما شاء الله. الان نبي نضيف الرز والفلفل. الان وزننا الملح، فقط نضيف الجزر بالشكل. ونضيف الزبيب. اضفنا الان زي ما انتم شايفين الجزر والزبيب، وبنضيف الكشنة. نار عالية، إذا صفر الكاتم نقصر عليه 20 دقيقة يكون جاهز.